عبد الرحمن مانو من اللعيبه المميزه جدا، بتلعب في نص الملعب، ديفندر في نص الملعب. انضميت للنادي الاهلي انت عندك كام سنه الاول؟ انضميت للنادي الاهلي وانا 9 سنين. 9 سنين ما شاء الله. فدلوقتي بقى لي داخل مين اللي وداك النادي الاهلي؟ كان عن طريق الاختبارات. اختبارات ما حضرتش الاكاديميه الاول؟ لا لا زي محمد رضا. لا لا كان عن طريق الاختبارات دخلت، كان كابتن عبد العزيز عبد الشافي اللي موجود وقتها. بعدها اختارني ودخلني وسط الفرقه، كان وقتها كابتن مشير حنفي اللي ماسك الفرقه وتولي زمام الامور يعني. بعدها جه كابتن ياسر رجب، وبعدها بدات العب بقى، وداخل دلوقتي في 15 سنه موجود في النادي الاهلي. دي مباراه الاهلي والزمالك اللي احنا زعناها لكم كانت من كام يوم، فاز النادي الاهلي 2-1. دي بعض اللقطات منها. عبد الرحمن مانو شارك من اول المباراه واحرز هدف، ومحمد رضا نزل في الشوط الثاني وادى اداء رائع. شايف التجربه واحنا بنذيع مباريات الاهلي لقطاع الناشئين، وبدات الناس تعرف كل القطاع دلوقتي، كل اللعيبه موجوده في قطاع الزمان. لا دي طبعا فرصه لتسويق لعيبه النادي الاهلي. انا شفت متابع حلقه، ده الهدف بتاعك الهدف الاول. فزي ما بقول لحضرتك، انا دي فرصه للعيبه تسوق نفسها، دي فرصه الناس دي تظهر، النور يجي عليها، تبان، يبقى سهل. حتى زمان كانت الماتشات بتتلعب في الجزيره، فكان سهل التواصل يعني المدير الفني يشوفها بالظبط. لكن دلوقتي لا، التصوير ده سهل المدير الفني الدرجه الاولى يشوف اللعيبه دي، يتفرج عليها. خصوصا المدربين دلوقتي في الدرجه الاولى، اي مدرب بيجي بيهتم ويبص ويتابع الحاجات دي، تسهل له اكتر ان هو يشوف بعينه ويتفرج على اللعيب. فتجربه طبعا تجربه محترمه وجديده يعني، ما شفناهاش قبل كده يعني. كويس.